اليو ديانج وعمرو السوليه كانوا بيلعبوا دايما في جبهه واحده علشان يساعدوا بعض في ان الاهلي يستخلص الكره بسرعه. ده اللي بيسموه الضغط العكسي، انك تفضل موجود جنب زميلك وهو معاك كوره عشان اول ما تتقطع تعمل ضغط عكسي تسترد الكوره مره تانية. اليو ديانج النهارده تحيه كبيره جدا ليه، ليه يمكن في المباريات اللي فاتت كان واخد حقه اكتر من كده، ما شفتش ناس كتير بتتكلم على السوشيال ميديا عن اليو ديانج في مباراه اليوم، رغم ان النهارده كان سوبرمان، كان هو الراجل اللي مخلي الاهلي قادر يتنفس وقادر يكسب الكره التانيه والالتحامات ومراقب خصومه بشكل اكتر من ممتاز، ما بيخسرش الكره تحت الضغط، كان لاعب سوبر وكان مفيد جدا للاهلي في الواجبات دي. فاحنا بنتكلم على ان مروان محسن كان ممتاز، ايمن اشرف كان ممتاز، على عكس تخوفات جمهور الاهلي دايما ان الثنائي ده بيبقى عليهم تحفظات كتير، لكن لان التوظيف كان نموذجي من رينيه فايلر للاثنين دول، لانه اعتمد على اهم نقطه عند مروان وهي الكرات الطوليه، واعتمد على اهم نقطه عند ايمن اشرف انه مش بيندفع بسرعه، الراجل بياخد وقت قبل ما ياخد القرار بتاع الاندفاع الهجومي، وده افيد للفريق كان من علي معلول في وجهه نظر رينيه فايلر، واللي ما اثبتتش خطاها، بالعكس ربما تكون اثبتت صحه وجهة النظر دي. خلونا ناخد آراءكم والكومنتات بتاعتكم ونتكلم مع بعض كمان في اللي حصل في مباريات اليوم، لان احنا كان عندنا الصبح مباراة للزمالك كانت مباراة هامة جدا، والزمالك خرج في الحقيقة بدروس مستفادة كتيرة في المباراة اللي لعبها بالبدلاء. اولا انت بتختبر كل اللاعبين، فبعض اللاعبين نجحوا مثلا في الاختبار زي اسلام جابر، اسلام جابر النهارده كان الناجح الاول في اختبار اللعب كبديل للزمالك، الراجل كان بيلعب على الجبهه اليسرى في بدايه المباراه وكان بيقدم الدور الدفاعي لدرجه انه كان بيقطع الكره وبيدي فرصه لعبد الله جمعه يدخل العمق براحته ويقدمه زي كانهم بيلعبوا باثنين عندهم قوه بدنيه كبيره جدا في الرقابه وفي التاكلينجز وفي الحاجات اللي متطلبها الجبهه الدفاعيه. احمد عيد مكسب كبير كمان للزمالك، يمكن اللي يتفرج عليه في اول المباراه يبقى واخد باله ان احمد عيد كان داخل الماتش هو مش مخضوض، هو عنده شخصيه كويسه جدا، لكن كان اول مره يشوف النوعيه دي من الالتحامات، القوه دي في الاندفاعات البدنيه، المهاره دي قدامه، السرعه اللي كان بيلعب بيها فريق بريميرو ليوجوستو. فاحمد عيد تحس ان قراراته في بدايه الماتش كان فيها غلطات كتير، كان فيها تسرع، كان بيشتت الكوره غلط فبترجع لواحد من زمايله، لكن لما ابتدى احمد عيد ياخد على الاجواء دي ويكتسب الخبره دي اللي كانت ضروريه جدا انه يكتسبها في مباراه اليوم عشان لو الزمالك احتاجه في المباريات الهامه في الجولات المقبله، ابتدى يكون اكتر من ممتاز. ويمكن اتظلم احمد عيد بنقطه مهمه جدا وهي ان مصطفى فتحي مش بيرجع يقدم الدور الدفاعي. مصطفى كان بيرجع بالمناسبه، مش بيرجع، انا عايز اصلح الجمله اللي انا قلتها، مصطفى كان بيرجع بس مش بيعرف يقطع الكوره، امكانياته ما بتخليهوش يقدر يكون افكتيف فعال لما بيرجع في استرجاع الكوره، فدي نقطه مهمه جدا ان مصطفى بديل جيد جدا، دي الدرس الثالث بالنسبه لي ان مصطفى صعب يتحول للاعب اساسي في الفتره دي لاكثر من نقطه، دي النقطه الاولانيه، نقطه الالتزام الدفاعي قليله عند مصطفى شويه، حتى لما بيرجع الالتحامات بتاعته طبعا بسبب الباك جراوند بتاعت الاصابات والتاريخ بتاعه في الاصابات، فهو بالتاكيد محتاج شويه وقت علشان الالتحامات بتاعته في الدفاع تكون قويه عن كده. النقطه الثانيه كمان انه علشان فتره الاصابات اللي غابها بشكل كبير توقف تطور مصطفى في حاجات زي استخدام جسمه لما بيحاول يهرب وما يستلمش الكره في رجله، يستلم الكره وهو بيتحرك، تحس ان هو صعب شويه لسه في استخدام النص العالي بتاعه وهو بيتحرك علشان ياخد الفرصه ويسجل. الدرس الرابع ان يستمر او تستمر المشكله الاساسيه عند الزمالك، كل اللعيبه عايزه الكره في رجلها، بامبو عايز الكره في رجله، عنتر لما نزل عايز الكره في رجله، ففي الناتج بتاع ده ان الهجمات بتبقى بطيئه. هي الكورة عبارة عن ان انت تبقى واحد معاك كورة والتاني بيتحرك له من غير كورة عشان يستلمها، هي العملية كده ببساطة. فلو انا واقف في مكاني وزميلي واقف في مكانه هتكون النتيجة ان احنا هنقعد نباص الكورة لبعض بس عمرنا ما هنأذي دفاع الخصم، ودي نقطة عانى منها الزمالك قدام وادي دجلة، طبعا عانى من حاجات كتير قدام وادي دجلة بس دي نقطة كانت من النقاط اللي كانت موجودة في الماتش ده وقبله كان في مباراة مازيمبي واتكررت في مباراة اليوم. واحدة من الدروس اللي لازم يكتسبها عنتر في مباراة اليوم لما شارك القرار قبل ما استلم الكورة،
لازم لاعب الكوره يبقى عنده قرار قبل ما يستلم الكوره علشان يبقى اسرع من الخصم، يبقى بيتصرف بسرعته وداخل على الخصم فعارف انه هيرقصه، انما انه يبقى واخد قرار الترقيص وبعد كده يغير قراره بانه عايز يشوط وبعد كده يغير قراره بانه عايز يرجع تاني، الكوره طبعا هتتشنكل تحت رجلك. فنقطه من النقاط الهامه ان كل لاعب في الزمالك، طبعا كل لاعب في الزمالك وفي الاهلي كمان، لسه عنده هامش تطور اكبر بكتير من اللي وصل ليه، وبالتالي مهم انهم يشتغلوا على النقاط دي. فدي واحده من النقاط اللي كانت موجوده في الحسابات، وزي ما اتفقنا كده هي كانت مباراه طبعا الزمالك ما كانش بيدور فيها على الفوز على قد ما كان بيدور على انه يدي خبرات للاعبيه، وفي اكتر من لاعب اثبت نفسه. خلينا بقى نبتدي نبص على الكومنتات ونشوف الناس بتقول ايه. جماهير الزمالك زعلانين اكتر من جماهير الهلال، احمد الجبالي المنفي. متهيألي ان في النهاية الفرقتين عندهم تحدي صعب قوي في المرحلة الجاية، يعني الفرقتين عندهم البطولة دي من البطولات القوية جدا واللي فيها منافسة عنيفة جدا، والفرق اللي هيقابلها الاهلي او الزمالك كلها هتبقى صعبة جدا. اجاي كان ماسك تيشيرت ازرق عشان لو حصل حاجة طبعا احنا بنتكلم على ان جونيور اجاي النهاردة بالمناسبة واحد من اللعيبة اللي كان بيقاتل مش بس في الهجوم، هو بيقاتل كمان في الجانب الدفاعي. يعني جونيور اجاي من اللعيبة القوية جدا في الالتزام الدفاعي وفي التأثير، بقى لما بيرجع هو قادر يسترجع الكرة لفرقته وقادر يدي نفس لأيمن اشرف اللي كان بيلعب على الجبهة اليسرى معاه. الواحد بيحمد ربنا ان كهربا ما جابش الجون، طبعا علشان خاطر الاجواء الصعبه اللي كانت موجوده في ملعب الهلال. طبعا واضح جدا الشحن اللي كان موجود ناحيه الحكم والدنيا كانت متكهربة. الحمد لله جدا على ان المباراه انتهت على سلام. توقعاتك مين هيلعب الزمالك والاهلي؟ محمود صبري. لا انا عايز اسمع منكم انتوا توقعاتكم اكتر. تقييمك اداء بادجي. طبعا بادجي لسه عايز يبين امكانياته، فهو كان متصربع على انه يعمل تأثير وخطورة على مرمى الهلال. دي نقطة خلته جيد جدا بالنسبة لي في الالتحامات وفي الصدام بتاعه مع مدافع الهلال علشان يحتفظ بالكورة ويستحوذ عليها ويقدر ينقل الاهلي، لكن في نفس الوقت كانت مقللة تركيزه في ان لعيبة الاهلي بتاعت وسط الملعب بعيدة عنه، وبالتالي كان بيخش لوحده كده في الطل، فكان مؤثر شويه على استحواذ الاهلي على الكوره او احتفاظ الاهلي بالكوره في الدقائق اللي كانت صعبه جدا. كان الدقائق محتاجه ان الاهلي يشد فيها الفرقه كلها لقدام علشان خاطر ما يحطش نفسه تحت ضغط او تحت رحمه غلطه من الكرات الطوليه اللي كان بيعتمد عليها الهلال. لكن في نفس الوقت هو امكانياته بتقول ان هو سوبر، يعني احنا شفناه في اللقطه الاولى ليه حجز على كورته بعد كده مدها وقدر يروح يجيبها وحجز عليها مره تانية واحتفظ بيها قدام مدافع الهلال. فده بيقول ان امكانياته طبعا سرعته ممتازه، طوله استخدامه ليه اكتر من ممتاز، فشكله لاعب مبشر جدا. ناقص طبعا الجزء اللي على جون لان ده اللي يعتبر اهم حاجه في الموضوع كله. ربيعه ايه رايك في ادائه؟ المباراه اللي فاتت كان في مشاكل كتير قوي عند رامي ربيعه وياسر، انما النهارده الاثنين ادائهم كان جيد جدا في انهم كانوا هاديين قدام الكرات الطوليه اللي كانت بتحصل من فريق الهلال والكرات العرضيه بالذات في اخر المباراه بعد الجول، كان ممكن جدا يحصل غلطات اكتر واكتر، لكن الاثنين كانوا هاديين. بس حقيقي اللي كان مهدي الايقاع كله كانت الخطه بتاعت رينيه فايلر، يعني فكره انك ازاي تزق اللعب دي حاجه يستحق عليها التحيه. يعني ان هو طبعا مع امكانيات لعيبه الهلال اللي هي ما كانتش ممتازه قوي في المباراه، لكن انت بتتكلم على ان قدر بطريقته وقدر بكراته الطوليه وقدر بان بعد الكرات الطوليه تلاقي سيل من لعيبه الاهلي قادرين ياخدوا الكره الثانيه وعند جونيور اجاي يفتح الملعب علشان الاهلي يلاقي متنفس يبني فيه اللعب. النقط اللي شبه كده هي اللي خلت الاهلي اغلب المباراه واقف في نص الملعب مش واقف عند منطقه جزائه، وبالتالي ما كانش رد فعل. الاهلي كان بيدافع بس كان فعل ما كانش رد فعل، ودي نقطه صعبه جدا في الكوره. دي الامتياز في الحقيقه في الدفاع. اصعب فرقه ممكن تواجه الاهلي، عايز اسالكم انتوا شايفين مين اصعب فرقه؟ يعني هل جمهور الاهلي مثلا عايز يقابل صن داونز مره تانية علشان ينتقم من مباراه الموسم اللي فات، ولا الاهلي ممكن يكون بيدور على انه يبعد عن صن داونز في المرحله دي من البطوله؟ حقيقي ماتش الذهاب في القاهره يا كابتن احمد لسه ما اعرفش المعلومه دي في الحقيقه، خلينا نسال ونشوفها. الاهلي هيلاعب مازيمبي،
الزمالك هيلاعب صن داونز احمد القاضي، و ايه هي مكاسب الزمالك النهارده؟ محمود صابر طبعا زي ما اتكلمنا كده، مكاسب الزمالك النهارده احمد عيد، خبره كويسه قوي ليه، لان النقط دي مهمه جدا. يعني في بطوله تحت 23 سنه كنت تشوف ان مدافعين منتخب مصر اول مره يقابلوا الخبرات والقوه البدنيه اللي كان بيلعب عليها المنتخبات زي ماتش غانا مثلا في بدايه المباراه. فتلاقي في الوقت ده كل اللعيبه بتعمل غلطات، كل اللعيبه بتعمل فاولات، لكن مع الوقت قدر الفريق ان هو يمسك نفسه عن كده، وقدر الفريق ان هو ياخد خطوات لقدام، وابتدت المباريات التاليه اللعيبه عارفه ازاي تتصرف في المواقف دي. نفس الموضوع بالنسبه لاحمد عيد النهارده، كنت تحسه ان هو داخل اختبار مختلف عليه، اجواء مختلفه عليه تماما، مش عارف الاول يتصرف ازاي. اول كرات في المباراه كان فيها تشتيت كتير للخصم، لكن مع الوقت قدر يقف على رجله. وزي ما قلنا هو ما كانش بيساعده حد، انما لما مثلا نزل محمد عبد الغني اتنقل اسلام جابر ناحيه اليمين، فاتقفلت الجبهه اليمين، فبقت لاول مره بيمريو جوستو بيبنوا اللعب من الناحيه دي، وبعدين يلاقوها مقفوله فيقلبوا على الملعب على الناحيه الثانيه. فالقفلة اللي كان بسبب اسلام جابر كانت ممكن جدا تساعد احمد عيد، لكن واضح ان هو بدنيا كمان كان استنزف. سبب اصرار فايلر على مروان، ده سؤال من احمد فؤاد. مروان النهارده كان ممتاز في الحقيقة، يعني مروان النهارده كان مش بس قادر ان هو ينزل الكرات العالية والكرات المشتركة، لا هو كان بيتحرك على اخر الناحية اللي هي الشمال بتاعة الخصم اللي هي اليمين، عشان الكرات الطوليه اللي بتتلعب لحسين الشحات طبعا اهدار للوقت، يعني اكيد حسين الشحات مش هيقدر يجيب الكرات العاليه. عشان كده مروان كان بيساعد حسين ناحيه اليمين، مروان كان بينزل يساعد او مش يساعد جونيور اجاي، يعمل دويتو مع جونيور اجاي في الكرات الثانيه، واحد يطلع الثاني يستلمها منه، كان بيقدر يقف على الارض ويقف لفتره جيده جدا وهو حاطط المدافعين في ظهره علشان يشد الاهلي لقدام. كذا فاول اتحسب لصالح مروان، فكلها نقاط مهمه جدا وكلها مكاسب حقيقي قدر فيه الاهلي ان هو يستغل الامكانيه دي عند مروان. يمكن بقى لما اليو بادجي نزل بان ان اليو بادجي عنده النقطه دي والسرعه اللي هي مفتقده عند مروان، لان الاهلي النهارده لما في الشوط الثاني بقت الكرات الطوليه دفاع الهلال تقدم فبقت في وسط الملعب، فبقى مروان بينزلها بس مفيش استفاده لان ما عندوش سرعه، مش قادر يعمل ترن ويهاجم. فانما اليو بادجي عنده الحته دي، فاليو بادجي هيبقى اخطر كتير كمان، وهنبتدي بقى نحكم على اليو بادجي بناء على معدل الاهداف، لان هو في النهايه اللي فارق او المهم كله عند جمهور الاهلي ان الفرصه تتحول لجون. يعني مش يعني لما احنا كنا بنتكلم على ان احنا دايما بننتقد الجمله بتاعت المهاجم اللي بيفتح مساحات بس، لان احنا اتفرجنا مثلا على بغداد بنجاح في كاس افريقيا بيفتح مساحات وبيهدد الجون وبيروح على الجون، فضروري ان المهاجم يبقى عنده التكامل ده والاقتراب من التكامل ده. فخلينا نشوف اليو بادجي في الماتشات الجايه هيبقى ايه. محمد عاطف بيقول ايه رايك في اجايي وكهربا فندي؟ طبعا اجايي احنا اتكلمنا عليه، لا قوي جدا في الدفاع قبل ما يكون في الهجوم، بيلتزم تعليمات المدرب، يمكن يكون مش احرف واحد يلعب على الوينج، يعني هو الوينج ده برضه في النهايه مركز بيحتاج لعيب حريف، فانت لما ما ينفعش مثلا اقارن بينه وبين رمضان، رمضان يكسب في الحته دي، لكن جونيور اجاي اكتر واحد عوض الاهلي عن رمضان في القوه البدنيه، في الوقوف على الكوره، وفي القدره على نقل الفرقه على كتافه، فاجاي كان ممتاز. كهربا فندي، كهربا النهارده طبعا الكوره اللي ضيعها محتاج ان هو يتفرج عليها 100 مره، ومحتاج ان هي ما تتكررش تاني، لان فارق جدا عند اي لاعب كهربا او غيره من اللعيبه الدوليين بالذات ان معدل الاهداف بتاعهم يتحسن. وخلينا ناخد الصوره بتاعت محمد صلاح لما كان في بازل وكان بيسجل جول من كل 6 فرص، ودلوقتي بيتحسن محمد صلاح وبيوصل لجول من كل 3 فرص. هامش التحسن ده حصل بالتدريب، ما حصلش باي حاجه تانية، التدريب والتغيير في التفكير في التصرف قدام الجول وبالالتزام وبكل الحاجات دي. فضروري جدا ان كل اللعيبه اللي عندهم مهاره تكملها بالنواقص اللي عندهم، القوه البدنيه، الالتزام الدفاعي، انك تروح على الجول. الموهبه دايما بتبقى ممتازه في الترقيص، انما بتبقى محتاجه تتكامل بقى في بقيه العناصر. يعني مثلا اثق في اجاي يقدم الواجب الدفاعي عن ما اثق في كهربا، فلازم لو كهربا كمل الحته دي عنده هيبقى سوبر. كهربا قوة بدنية دلوقتي، جسمه كويس جدا يقدر يلعب بالهيد، بس ما بيلعبش لسه بالهيد.
رمضان صبحي وقوته البدنيه دي كلها ما بيلعبش لسه بالهيد، يقدروا الاثنين يتعلموا يلعبوا بالهيد عشان لما يخشوا داخل منطقه الجزاء، لان هم ما اصبحوش اجنحه، اصبحوا مهاجمين متاخرين، يقدروا ساعتها يروحوا على الجول. فالنقطه دي نقط مهمه جدا. خالد حسين بيقول الاهلي ومازيمبي. محمود جمال بيقول الافضل الاهلي يواجه فريق سان داونز، مازيمبي قوي جدا على ملعبه والترجي بقى مواجهه مشحونه. وفي الحقيقه سان داونز بيمثل مباراة فير جدا فعلا، انا متفق معاك قياسا بالثلاث مباريات دول، وان كانت هي في النهاية تظل بالتأكيد مباراة صعبة. علاء محمد بيقول كان نفسي اسمع تحليل حضرتك للزمالك، احنا اتكلمنا هو عن ماتش الزمالك وقلنا ان كان في مكاسب للفريق، احمد عيد تحديدا واسلام، الاثنين دول يعتبروا المكاسب الرئيسية اللي الزمالك خرج بيها من مباراة النهاردة. زيزو كان كويس في مكان فرجاني ساسي شوية، كان قادر يطلع الفرقة في اوقات بالذات في نص الشوط الاولاني، كان قادر ينقل اللعب بشكل جيد. محمد حسن في اول الماتش كان بيعمل فاولات كتير قوي، بعد كده ابتدى يتحسن، فبرضه اهو مكسب ليه ان هو يكسب دقايق لانه كان بعيد جدا، وعلشان الفرقة تلاقي اقرب حاجة تعوضها عن طارق. ما فيش حاجة هتعوض عن طارق، بس يعني اللعيبة لازم تزيد مستواها بعد الظهر في ماتش وادي دجلة، اللعيبة البدلة لفرجاني وطارق حامد تحديدا، لان الاثنين دول لما بيغيب اي حد منهم او لما مستواه بينخفض زي اللي حصل مع فرجاني في بعض المباريات، وان كان جزء من انخفاض مستوى فرجاني سببه ان كل اللعيبة في ارض الملعب باستثناء بن شرقي اللي غايب عايزة تستلم الكرة في رجلها، فبالتالي هو بيبان لك كانه بيبصي لاقرب حد او مش قادر يلاقي احسن حد، فبيطول قوي على ما يعمل التمريره ويطلع التمريره، لانه محدش بيتحرك من غير كوره، ونقطه الحركه بدون كوره دي هي نص الجول. يعني اللعيبه لما تتحرك بدون كوره هتديك اوبشنز تمرير، انما لو محدش اتحرك بدون كوره هنفضل نباصي لبعض والخصم يبقى مرضي جدا ويرجع يدافع هو بمنتهى الاريحيه. يعني القيصر، ايه سر اصرار فايلر على تغيير قفشه؟ انا اعتقد ان الموضوع ليه علاقه باللياقه البدنيه اكتر من اي حاجه. قفشه كان ممتاز النهارده بالمناسبه، اتفرجوا على الجول تاني، اتفرجوا على ان مروان كان نازل خطوتين لورا، فمدافعين الهلال كل عينهم على مروان محسن، قفشه فضل واقف في منطقه الجزاء على امل ان الكره تدور وتكمل ويبقى واخد العرضيه من غير ما يبقى عين مدافع الهلال معاه، فقفشه بيتحرك بيتصرف وبيتنفس حوالين منطقه الجزاء بشكل اكتر من ممتاز. لكن اعتقد مع الوقت بيبقى في ازمه عند قفشه ليها علاقه باللياقه البدنيه بالنسبه لفايلر، في بالذات كمان ان قفشه مش من اللعيبه اللي بيديله التحامات او بيديله كرات مشتركه او بيديله الحاجات اللي كانت المباراه محتاجاها في الدقائق الاخيره بالمنظر ده. مش ملاحظ اننا ما سمعناش اسم وليد سليمان خالص، مصطفى السيد. وليد سليمان النهارده على عكس المعتاد نزوله ما كانش مؤثر بالايجاب، ما كانش مؤثر بالسلب، بس ما كانش مؤثر بالايجاب. والمعتاد ده الليجاسي اللي بناها وليد سليمان، الارث اللي بناه وليد سليمان، التاريخ اللي عمل وليد سليمان بقى مخليك مش قابل انه لما ينزل مباراه ما يكونش متالق وما يكونش صاحب الهدف الثاني. كل الناس اول ما وليد نزل افتكرت ان وليد سليمان هو اللي هيسجل الجول الثاني، لان هو ده اللي معتاد من وليد سليمان. لكن طبيعي جدا ان بعض المباريات بتكون صعبه، بالذات وليد في الملاعب اللي زي كده ساعات كتير بيعاني حاجات ليها علاقه باللياقه البدنيه وليها علاقه بالطب وبالركبه. يعني كانوا رجاله صلاح الناصر، متفق معاك ان الفرقه بعد الجول الاول للهلال تحديدا كانت ممكن تتفك، كانت ممكن تبقى تتحول المباراه كلها لمباراه عند حدود منطقه جزاء الاهلي بس، انما في الحقيقه الاهلي قدر بقاليو بادجي وبكهرباء وباكتر من طريقه وباكتر من متنفس يزق الماتش ليه وسط الملعب لحد ما الحكم اطلق صافره النهايه، واحنا ما كناش عارفين طبعا هو هيحسب قد ايه وقت بدل ضايع. الاهلي محتاج يلاعب سان داونز وحسام صقر. هاني رضيف بيقول الزمالك هيقبل سان داونز ومع السلامه، هيقابل سان داونز ومع السلامه يا زمالك. في الحقيقه كلهم اقوياء جدا السنه دي، فحقيقي اللي يخليك تقدر تنافس الفرق دي دلوقتي الالتزام الدفاعي اللي بقى مطالب عند الفرقتين يزيد. الاهلي او الزمالك محتاجين ان الالتزام الدفاعي عند ال11 لاعب والمنظومه الدفاعيه تتحسن بكتير عن اللي ظهر في مرحله المجموعات. مشكلتنا في الفرص اللي بتضيع، احمد سعيد متفق معاك جدا في ده. رب الاهلي لعب سان داونز عشان نعوض الخمسه، عبد العزيز، ناجح، عبد الحميد. لو الاهلي قابل سان داونز ممكن نكسب عبده احمد. طبعا، لان الاهلي السنه دي افضل كتير. الاهلي مع مارتن لاسارتي ما كانش فيه لاعب في الاهلي تقدر تقول انه لعب ثلاث ماتشات ورا بعض كويس. يعني لو تفتكر
بما فيهم رمضان على سبيل المثال، انما مع بما فيهم جونيور اجاي طبعا، انما من ساعه ما جاري نيف ايلر وفي ثبات في مستوى اللاعبين طبعا باستثناء الاصابات زي اللي حصلت رمضان، بس يعني اللعيب لما مستواه بيزيد ما بيرجعش يقل مره تانية. ده مكسب كبير حققه رينيه فايلر في الحقيقه. فايلر اثبت انه قادر ينافس بقوه على البطوله. خالد حسين متفق معاك انه عمل منظومه منظمه جدا في مباراه اليوم، فدي تدي امل او تدي تفاؤل للجمهور. عاوزين نطمن على الفريق والبعثة بالكامل ان شاء الله طبعا نطمن عليهم. ايمن عصام، ايه بقى رايك في كهربا وشايف انه هيكون اضافه وسوبر للاهلي قدام ولا ايه؟ محمود منتصر، كهربا بالتاكيد واحد من المواهب الكبيره اللي موجوده في الكره المصريه، اللاعب اللي قادر يجري في اتجاه المدافعين ويقلقهم بسرعه الفنتات بتاعته وبسرعه حركته بالكوره. النوعيه دي في الكوره مش كتيره، والموهبه دي في الكوره مش كتيره. ناقص ايه؟ ناقص شويه تكامل، ناقص انه يلعب اولا في جبهته المفضله الشمال فتره على الاقل بس، حتى او لو هيلعب تحت راس الحربه المركز اللي فايلر عايز يعمله ويطوره فيه، يبقى على الاقل ثنائيه الوسط السوليه واليو ديانج قادره تمد وقادره هي اللي تنوب عن صانع الالعاب اللي ساعتها هيغيب عن الملعب. لسه مش عارفين كهربا يتم توظيفه ازاي لما يبقى اساسي، بس بالتاكيد موهبته مفيش شك عليها، لكن الموهبه دايما محتاجه شغل في انها تكمل بقى التطور بتاعها والنضج بتاعها. زي ما اتفقنا قدام الجول ما ينفعش اللي حصل من كهربا، زي ما كان صلاح اتطور فيه كهربا مطالب يتطور فيه، زي ما رمضان ما كانش ينفع الموسم اللي فات يبقى ما بيروحش على الجول بالمعدلات الكبيره، السنه دي بقى بيروح على الجول فبقى مكسب واضح. الاثنين بعد ما يبتدوا يتحسن معدلات تسجيلهم محتاجين يبتدي يتحسن معدلات تسجيلهم بالهيد. لازم دايما يبقى عندك لسته بالنواقص اللي عندك علشان خاطر تكملها. ادم البوب بيقول للاهلي يقدر، وشروق خالد بتقول ما ينفعش اللي حصل ده يعدي وخلاص يا كابتن، لان بعد كده ممكن يكون كارت ضغط على الحكام ممكن يغير مسار 90 دقيقه. اتفق معاكي، بس دي كلها ضغوط ودي كلها حاجات تقدر الاداره تقوم بيها وتقدر يكون في مسانده كبيره من بالدعم يعني بالشرايط بتاعت مباريات زي اللي حصلت النهارده كده. رأيك كابتن في انفراد كهربا وفرصة ما تضيعش احمد عيد؟ اتكلمنا في الموضوع ده. تفتكر الاهلي هياخد البطولة؟ عبد الرحمن اسامة يقدر طبعا ياخد البطولة. الاهلي هيقابل سان داونز وهيكسبوا 5 مصعب الاعصر. طيب خلينا نعدي بقى تعديه بسيطه كده على ماتش ريال مدريد واتلتيكو مدريد، على اعتبار ان ريال مدريد كسب. طبعا بما ان ريال مدريد كسب فينفع نتكلم عن الماتش قبل ما نقفل معاكم. طبعا الشوط الاولاني كان شوط سلبي جدا. ليه؟ لان الشكل اللي لعب بيه ريال مدريد كله على العمق، وهو عمل كده بناء على ان اخر مواجهه بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد كان اللعب كله فيها العمق، واتلتيكو كان مركز على العمق. فنزل زين الدين زيدان النهارده عايز يلعب على العمق وعايز يكسر الضغط بتاع الخصم عن طريق انه يخلي لوكا مودريتش او اسكو واحد فيهم ينزل قوي يستلم الكوره والتاني ينزل زي كانه مهاجم، والاثنين واحد قدرته ممتازه في انه يمول التاني بالكرات والتاني قدرته ممتازه في السيطره على الكوره، لكن في الحقيقه كل ده ما حصلش منه اي حاجه كويسه وكان اتلتيكو الاخطر. الحلو في زين الدين زيدان او اللي عجبني في زين الدين زيدان انه ارى الغلطه وما كبرش وغير بسرعه طريقته وفتح الملعب على الجبهتين بنزول فينيسيوس وبنزول لوكاس فاسكيز وفتح الملعب. لما فتح الملعب ابتدى اتلتيكو مدريد يبقى بيحاول دايما يدافع بان كل الجبهه بتاعته تتحرك تميل علشان تقفل على الجبهه اللي معاها الكوره في ريال مدريد. هنا عمل بقى حركه هايله زين الدين زيدان، كل ما اتلتيكو مدريد يضغط يقلب الملعب للناحيه الثانيه، واللعيبه متمرنه على ده بشكل مبهر. يعني ربما يمكن ماتش ريال مدريد ويوفنتوس، لما ريال مدريد قابل يوفنتوس في النهائي وكسب دوري ابطال اوروبا كان كله معتمد على اللعبه دي، ان ريال مدريد كل ما الخصم يضغط عليه بالمجموعه كلها يقوم قالب اللعب الناحيه الثانيه، الكرات ما بتبقاش عاليه فما بتبقاش بالونيه وما بتاخدش وقت في الهواء، بتبقى ارتفاعها متوسط فبتوصل اسرع فبتضغط وبتكسر كل المواجهه دي. واتلتيكو مدريد فرديا اللعيبه ضعيفه، يعني اللي يتفرج على الجول اللي سجله ريال مدريد عدد قليل جدا من لعيبه ريال مدريد قدرت انها تضحك على عدد كبير جدا من لعيبه اتلتيكو، انما اللي حصل ان لعيبه اتلتيكو طالما اتفك التكتل بتاعها بتبان بقى على المستوى الفردي وهم فرديا ضعاف جدا، فكانت حركه ذكيه. انما زين الدين زيدان
قلب الفرقه. يعني اللي يتفرج على ماتش السبعه في بدايه السيزون قبل السيزون ما يبتدي ويجي يتفرج على الماتشات بتاعت السوبر الاسباني وبعد كده ماتش النهارده, ده ريال مدريد مختلف تماما. فيعني بالتاكيد يستحق كل كريديت, يستحق كل التحيه على التغير اللي حصل ده. زين الدين زيدان اللي كان من اخد مباراه من المباريات الممتازه. خلينا بقى نقول كفايه كده علشان خاطر الناس سهرانة طبعا, بقالنا نص ساعة بنتكلم. فتصبحوا على خير وان شاء الله خليكم دايما موجودين مع في الجول دوت كوم كل يوم لايف كل احدث كبير, وعندنا تصبحوا على خير.